عندنا سعيد جاسم في المقدمة. هكذا يختار السيد إيغوران تشكيلته. وهذه التصويبة، الله، ياهي بداية يا صدور، ياهي بداية قذيفة من زكريا أبو لحية تستقر في مرمى البركان، وسعادة ما بعدها سعادة في اللحظات الأولى، في اللحظات الأولى يا دوب المباراة في بدايتها. وإذ بهذا الرجل يطلق صاروخ صاروخ صاروخ، سجل من خلال الهدف هذا الاستلام، وهذه الكرة استقرت في مرمى علي الحوسني، وأعلن الزائرون القادمون من رأس الخيمة نادي الإمارات عن بداية ناجحة عن طريق زكريا أبو لحية الجزائري بقدمه اليمنى. وصلت، نعم وصلت.